عقد جديد مع فيتوريا، عقد نأمله مليء بالنجاحات والإنجازات، والأهم مشروع حقيقي يستمر لنهايته. I'm Rui Vitória, the Egyptian national team coach for the next 4 years. اليوم تحدث فيتوريا، تحدث بكثير من الوضوح عن أحلامه وتوقعاته عن مشروع بالمشاركة مع اتحاد الكرة. رفض الحديث عن لاعب بعينه واتكلم عن الفريق، عارف ظروفنا وعارف طبيعة الكرة عندنا. من الوهلة الأولى تحس إنه مش بتاع مبررات، بيحترم شغله، بيحترم اللي بيشتغلوا معاه. اللي فات من فيتوريا يعرفك إنه مدرب بيشتغل على التفاصيل، التفاصيل المعنوية كمان قبل التفاصيل الفنية. المهم مننا كلنا دلوقتي المساندة والمساندة وبس، وإننا نفهم إن مفيش مشروع بيبقى كله نجاحات، أكيد هنمر بأيام مش حلوة، المهم إن شاء الله الأيام الحلوة